كود التليفون ونجاوب اتفضلي. على ليلى. معانا مين؟ آية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت عايز اسأل الشيخ بس في مشكلة. اتفضلي. علي صوتك بس لو شوية يا آية. حاضر. لو سمحت حضرتك، أنا حصل مشاكل كتير بيني وبين جوزي، ويعني في يعني أنا متجوزة من 4 سنين، أنا عندي 22 سنة وجوزي عنده 40 سنة، وحصلت يعني إن أنا كده كنت عنيت يعني على علاقة بواحد تاني غير ده جوزي دلوقتي؟ مسافر بره. لا لا، الموضوع ده من فترة يعني. وانت متجوزة ولا ده قبل الجواز ولا أيوة. ايه؟ وأنا متجوزة وأنا متجوزة أيوة. وجوزي عرف، جوزي عرف بالموضوع وكده، بس الشخص ده لحد دلوقتي عمال بيذلني ويقول لي انا في حاجات تانية هقولها لجوزك، في محادثات بيني وبينك، بيني وبينك هقولها لجوزك. وفعلا جوزي ما كانش يعرف المحادثات دي. عملتي هو كده عارف ليه يا ايه؟ والله، هو جوزي مش موجود معايا، هو على طول مسافر وسايبني، وعلى طول في مشاكل بيني وبينه. يعني انا مش مديه، يعني انا هو قصر في حق كتير، بس انا مش مديه ده ان هو مبرر للغلطه اللي انا غلطتها. بس يعني انا مش عارفه اعمل ايه. هو الانسان ده لحد دلوقتي عمال يمشي في البلد ويقول كلام عليا مش كويس. اهل جوزي طبعا معاملتهم ليا وحشه جدا جدا. هما عرفوا برضو؟ ايه، اهل جوزك عرفوا؟ هم اهل جوزي عرفهم، بس انا بنكر. بس هو مش ساكت، وقال اول ما جوزك ينزل ان ما كلمتنيش تاني، اما رجعتش تكلميني تاني انا بيهددك هاخدها بقى. لجوزك. ايوه، ومعايا صوره ليكي ومعايا محادثاتك، وعمال يتكلم كلام وحش عليا يعني. فانا مش دلوقتي مش عارفه اقول له لجوزي الحقيقه كلها، عايز برغم اسال ان على انا لو حاجه قلت له فاتش. كل الحقيقه كلها هيحصل فيها طلاق. انا معايا طفله مني، فانا دلوقتي عايزه اعرف اقول له على كل حاجه واللي يحصل يحصل يعني، ولا استنى لما هو ينزل ونشوف الشخص ده هيكلمه ولا لا، والشخص ده قريبه. تمام. انا والله انا عمري في حياتي ما عملت كده، بس هو المشكله ان هي ما اعرفش جت ازاي بصراحه. طيب تابعينا يا ايه. طيب نجاوب ايه الاول يا فضيله الشيخ ولا تجاوب ليلى الاول؟ واللي يعجبكم زي ما انت عايز، اللي انتوا عايزينه. اللي انت عايزه، لا ابدا اللي انا سايبها لك انت. ابدا. هو بس انا اذا كانت ليلى فليلى مشكله اجتماعيه اكتر منها دينيه، ويمكن الدين حط لها الحل، بس احنا دائما بننشغل عن الحلول الدينية. الاسلام حط الكفاءة في الزواج، الكفاءة في السن، دي آية بقى، ده الكفاءة سؤال في آية. التعليم، الكفاءة في الفكر، الكفاءة في النسب. ليه؟ علشان ما يحصلش زي ما حصل بين سيدنا زيد بن حارثة وبين زوجته. ما هو سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم زوج عبده زيد، كان عبد عند النبي، لما زوجه زوجه من امرأة نسيبة حسيبة شريفة، فالعلاقة ما استقرتش وما استمرتش. ليه؟ لأن فيه النظرة، رغم أن الإسلام جه لكن الإسلام يحفظ للناس أوضاعهم وأقدارهم. الأمر الثاني، سيدنا عمر ماشي مرة بالليل فسمع امرأة تنشد، تقول بتين شعر، بتقول إيه؟ بتقول ألا طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه. فسمع البيتين، وأنا هقول البيت الأولاني مش هقول البيت الثاني، لأن البيت الثاني في معنى مش لطيف شوية ما احبش أقوله للسادة المشاهدين. إنما أنا بدأت لك بالبيت الأولاني عشان أمير المؤمنين سمع البيتين فأعصابه كلها باظت، في خلل في المجتمع. راح جري على مين؟ على ستنا حفصة. طرق الباب ففتحت له حفصة، وحفصة كانت بنته وفي نفس الوقت أمه. بنته لأن هو اللي أنجبها، وأمه لأنها زوجة رسول الله وزوجة النبي، تبقى أم المؤمنين. فقال يا حفصة كم تستغني المرأة عن زوجها،
تقدر تبعد قد ايه؟ فالسيدة حفصة عندها حياء فعما أشارت إليه هكذا أربعة يعني. فكده بقى يحسن كده يقولوا الشيخ بيشاور الرابعة والله ما هو طيب فأشارت إليه ولا قاعدين لا على أي حاجة كتير صحيح أشارت إليه هكذا. قال أمن كتاب الله أم من سنة رسول الله؟ قالت من كتاب الله. قال أين الآية؟ قال قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فسيدنا عمر رجع وصدر قرار على طول, أصدر قرار أوتوماتيك ممنوع واحد في الجيش يقعد أكتر من أربعة أشهر ويرجع وبعدين يروح غيره. ليه؟ عشان الخلل. فأنا بقول لكل زوج النهاردة بيبعد عن زوجته لسفر أو لظروف الحياة أو للعمل, اتق الله بيتك, بص في بيتك لأن لبيتك عليك حق. طب مش بدي عذر. أيوة. ليها خدي بالك ده ليه هو. بس أنا بعالج من البداية وعايز أقول له برضك هو رسالة تانية, عايز أقول للزوج ده رسالة تانية لو يسمعني, عايز أقول لك إن هي أنت لو رجعت وصارحتك بكل شيء وتابت إلى الله توبة نصوحة وسترت يوم القيامة أنت هتأخذ أجرا أنا ما أقدرش أوصفه لك. عارف ليه؟ لأن الستر صفة ليست من صفات البشر وإنما من صفات رب البشر. ودائما نحن لا نسأل البشر هذه الصفة. ما أقدرش أقول لك استري علي لأن أنا عارف أن عمرك ما تستري علي ولا فلان أقول له استريني ولا هي تستريني. استرها يا رب معي.